النجم الأخير من الوسم والنجم الأول من المربعانية يتفشى فيه الذباب إلى مرحلة التأذي بسبب انتشار الرطوبة، علاوة على اعتدال الأجواء، وهذا ينسحب أيضا على نهاية النجم الأخير من الشبط وأول نجم من العقارب ينتشر فيه الذباب. وهل الأولين الله يرحمهم يقولون: اللهم اجعلها سنة ذباب ولا تجعلها سنة غراب، وفي رواية: ولا تجعلها سنة قراد. فذباب يتواجد مع الاعتدال ومع انتشار الرطوبة، وانتشار الرطوبة معناها كثرة الأمطار، وكثرة الأمطار معناها سنة خير، وسنة خير معناها اعتدال الأجواء، فلهذا يتواجد الذباب في السنوات الخيرية. أما الغربان فلا تتواجد إلا على الجيف، والجيف تتولد من القحط والجدب، ولهذا يتكثر الغراب في السنوات المجيفة.